وهذا سؤال يقول: ما حكم الشارع الحلف بغير الله؟ الحلف وهو القسم هذا لا يجوز إلا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك لا يجوز بنص الحديث، فلا يجوز أن تحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالرسول ولا بالولي فلان أو بأي أحد، لا تحلف إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأمانة ولا بأي شيء، الحلف إنما يكون بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديثان صحيحان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف بغير الله. ومن كان حصل منه شيء من ذلك فليتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا العمل.